دلوقتي عايز اتكلم على نقطه ثانيه مهمه جدا. كاس الامم الافريقيه خلصت بحلوها بمرها بكواليسها بكل تفاصيلها واخبارها، ولكن احنا هنا برضو محتاجين نركز على تفصيله مهمه. استئناف المشوار الافريقي للنادي الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي، يوم الجمعه اللي جايه مع شباب بلوزداد، بكره السفر الاربعاء، ولكن المباراه ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. طيب، كان عندنا ما يقرب من حوالي من 9 الى 10 لاعبين شاركوا في كاس الامم الافريقيه، سواء مع النادي الاهلي، سواء مع تونس، مع مالي، مع جنوب افريقيا. لما نحب نتكلم برضو على التفاصيل الفنيه واستعداد اللاعبين اكيد لازم نركز في المعلومه الرقميه. ليه؟ بتديك مدلول بالشكل العام كده اللعيبه اللي شاركت في كاس الامم، مين اعلى نسبه مشاركه واعلى دقائق لعب، ومين كان اقل دقائق لعب، وده هل ممكن يفرق مع مارسيل كولر في الاستئناف اللي جاي للمشوار الافريقي ولا لا؟ لان خدوا بالكم اكتر لعيب لعب مع الاهلي في المشوار في كاس الامم الافريقيه كان بيرسي تاو، رجع للاسف مصاب خارج رحله الجزائر، وبالتالي الجهاز الفني هيستنى على بيرسي تاو يشوف مدى جاهزيته لماتش ميدياما الغاني. في المقابل في لعيبه لعبت دقائق لعب قليله جدا وهتكون جاهزه مع مارسيل كولر في مباراه شباب بلوزداد. ولكن النقطه الفنيه اللي عايز اتكلم فيها، بما ان النهارده احنا عاملين معلومه رقميه مهمه جدا على دقائق لعب نجوم النادي الاهلي في كاس الامم الافريقيه، وده ان دل على شيء بيدل ان الاهلي عنده تشكيله اساسيه قويه جدا كان ليها دور رئيسي في منافسات كاس الامم، رغم ان البطوله دي التركيز الاكبر كله بيبقى على اللاعبين المحترفين في اوروبا. بصوا يا جماعه، لو هنتكلم عن محمد الشناوي، لعب 265 دقيقه في كاس الامم، ولولا طبعا الاصابه اللي تعرض ليها في الخمس دقائق الاخيره في مباراه الراس الاخضر كان ممكن يكون موجود في ماتش الكونغو، ونزود على ال 265 دي حوالي 120 دقيقه كمان، فكان ممكن يعني يخش في رقم كويس جدا، لان المنتخب كمان ما كملش بعد اربع مباريات. محمد هاني لعب 275 دقيقه، محمد عبد المنعم لعب 490 دقيقه، وده اكتر لاعب من لاعبي منتخب مصر في النادي الاهلي لعبوا دقائق لعب. امام عاشور لعب 192 دقيقه، طبعا الاصابه اللي جات له في التمرين منعته من المشاركه في مباراه الكونغو الديمقراطيه. ياسر ابراهيم للاسف لم يشارك، وكلنا عارفين طبعا الاخ روي فيتوريا كان ايه وجهه نظره في هذا المكان وفي هذا المركز، ولكن ياسر يعني ما حالفوش الحظ ان هو يشارك في البطوله. مروان عطيه 174 دقيقه، محمود كهربا 16 دقيقه. تخيلوا منتخب مصر عنده لعيب هداف في افريقيا وفي الدوري واحسن هدف في دوري ابطال افريقيا محمود كهربا، ومع ذلك لم يستعين بيه سوى في 16 دقيقه بس، عشان تعرفوا بس الكارثه الفنيه اللي كانت موجوده في منتخبنا الوطني. علي معلول مع تونس لعب 90 دقيقه، وهي المباراه الاولى لتونس امام مالي، بعد كده ما لعبش المباراتين التانيين. اليو ديانج لعب 144 دقيقه، مباراه اساسي ومباراه احتياطي. بيرسي تاو هو اكتر لاعب خد نسبه مشاركه 546 دقيقه، بيرسي تاو 546 دقيقه. دي ارقام مهمه جدا. قبل ما نروح بقى على دوري الابطال ومباراه بلوزداد، كان مهم جدا نعرف حضراتكم دقائق لعب لاعبي النادي الاهلي في كاس الامم، ومدى يعني انعكاس ده على مشاركتهم مع الاهلي الفتره اللي جايه. في انعكاس سلبي، مشاركات كتيره لبيرسي تاو تعرض لاجهاد واصابه في العضله الخلفيه، مش موجود في ماتش بلوزداد. وفي لعيبه للاسف زي الشناوي جات له اصابه، مش هيكون مع الاهلي كمان في دوري ابطال افريقيا.